عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليز دامين. اليوم نروحو مع خبز الدار، خبز المنزل. كانت واحد الأخت طلبت مني باش نديرو بطحين القمح الكامل، لأنه كنت حطيت فيديو خبز المنزل بطحين سون غلوتين. اليوم حنديرو بطحين القمح الكامل باش نلبي طالب تاع الأخت. المقادير اللي نحتاجها لهاد الوصفة: حوالي 300 غرام تاع طحين القمح الكامل. أنا غربلت منه، نحيت شوية هكذا فقط، ماشي كاع لو سون دو بلي، خليت شويه فيه لو سون دو بلي. هذا ما ترموش، ديروا به دي غاليت حرشه مع طحين الشعير، يجي مليح ويجي صحي. انا دوما نحتفظ به هذا لو سون دو بلي، نغربلو فقط شويه. عندي ملعقه تاع خميره الحلوه، وعندي 9 غرام تاع خميره الخبز، بيضتين، ملعقه تاع الملح، وهذا يقعد على حسب الذوق. عندي 35 غرام من سكر الكان. لي غران شيا ما عندكمش تقدروا تستغناو عنيهم. هنا عندي حوالي 300 مليلتر تاع الحليب. هنا عندي ملعقه خل، الخل الابيض، حوالي 45 غرام تاع الزبده. هنا للتزيين من الفوق الخبز تاعي درت زريعه الكتان، لي غران دو لان. نهضروا على المول تاعي، انا هاو المول اللي خيرته، يكفي لكاع العجينه تاعي. ولا عندكم مول صغير ديروا على 2، لانه حيطلع ولا طلع بزاف وفاضلنا من بعد الخبز ما راهوش راح يكون غيوسي. اذا نبداو في طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. نجي ناخذ شويه بياض البيض باش نديرو فوق الخبز تاعي، حوالي 3 ملعقات تاع بياض البيض هكذا، ونديرو على جنب. حوالي ملعقه صغيره تاع السكر، ونشد خميره الخبز وفقط شويه الماء الدافي. نحط الملعقه تاعي هنا ونخلي الخميره تاعي تتفاعل، فقط دقيقه ماشي اكثر. الان عندي الحليب الدافي، هاد لو بون، نحط البيضتين تاعي، الحليب الدافي وكذلك الزبده الدائبه. هنا نجي نضيف الملعقه تاع الخل. هنا الخميره تطلع، غير تطلع شويه معنا، نضيفوها للخليط السائل تاعنا اللي حطينا فيه الحليب الزبده الخل والبيض. هنا نجي نحط المكونات الجافه: خميره الحلوه، البيكينغ باودر، طحين القمح الكامل. هنا حطينا خميره الحلوه وطحين القمح الكامل، نحطوا باقي السكر تاعنا، نحط لي غران تاعي ما كانش تقدروا تستغناو عليهم، والملح. نجو نضيفو الخميرة تاعنا بعد ما طلعت شوية، نضيفوها في الخليط. هنا في العجان، لا ما عندكمش عجان تقدروا تستغناو عليه. درنا المكونات الجافة هنا، بعدها نحركو بالعقل المكونات السائلة تدريجيا مع المكونات الجافة. تبعوا معايا الطريقة. العجينه لازم تجي على هاد اليقامه هكذا، هاو لو مول اللي خيرتو يكفي لهاد العجينه. اذا درت له ورق الزبده وزدت فوقه الزبده. بياض البيض اللي خليته نجي نديرو فوق الخبز تاعي باش لي غران تاعنا يلصقوا. انا خيرت السانوج، وخيرت كذلك زريعه الكتان، تقدروا ديروا السمسم. الان نروح نحطو، يطلع معنا يخمر شويه مده 30 دقيقه لا اكثر، نخليه. حاولك بعد ما يطلع لنا الخبز الان داولو في طياب 30 درجه مده 20 دقيقه. درت خبزه ثانيه، انا المفضل تاعي تاع لي غران دو تورنوسول، ان دوزيام مول. الاطفال يحبوا هذا الخبز فيه لي غران دو تورنوسول، بنفس طحين القمح الكامل، وزدت لها ملعقتين طحين الشعير لا فارين دورش. وهكذا
هكذا كيطلع الخبز لي غرا يقعدوا من الفوق وفي الوسط. هذاك بياض البيض نجو فقط باش يلصقوا معنا لي غرا. بعدها نخليه يرتاح لمدة 30 دقيقة كما الخبزة الأولى. بعد ما تفعلت نخلوها طيب مدة 20 حتى 25 دقيقة ونوريكم الشكل النهائي. هاي الخبزة تاعنا تاع السانوج وبودور الكتان، وهي الخبزة الثانية نقلبها معكم باش تشوفوها تاع لي غران دو تورنوسول، وانا هدية المفضلة عندي. كيبرد شوية ونقطعو معاكم. هاو الشكل النهائي تاع الخبز تاعنا، خبز الدار طحين القمح الكامل. وهي الخبزة الثانية نزيد نقسمها معاكم باش تشوفوها من الداخل. لازم حتى تبرد تماما، ولكن انا هنا باش نوريها لكم من الداخل كيفاش دايرة. يجي هايل. درت بالطحين القمح الكامل، زدت ملعقتين تاع طحين الشعير، 2 كويير دو فارين دورج في الخبزة الثانية، وتجي هشة وحتى اللون الداخل تاعها لانه درنا فيها الحليب. اللي ما يحبش الحليب العادي يقدر يستعمل حليب تاع اللوز، لكم كامل الاختيار. اللي ما يستعملش سكر الكان او سكر لي غاب يقدر يستعمل السكر العادي، انتوما تخيروا. انا وريتكم الطريقه كيفاش تحضروا الخبز بالقمح الكامل، وكذلك نقدروا نزيدوا له طحين الشعير، وانتوما لكم الاختيار الكامل. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم وعجبتكم الوصفه وجربوها. لا عندكم اسئله خليوهم لي في لي كومونتير، اكيد نرجع عليكم. ما بقى لي غير نقولكم الى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله.